عادت بعض الأعمدة القديمة وتاج عمودين كانت في الأصل في كنيسة القيامة، وتركت بعد عملية الترميم الكبرى في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى البلدة القديمة في القدس، بعد أن بقيت أكثر من 50 عاما في دير الجسمانية. سيتم وضع المكتشفات في غرفة خاصة مخصصة لكنيسة القيامة في متحف الأرض المقدسة. يقع المتحف داخل دير الفرنسيسكان، الموقع الذي شهد على جلد يسوع. يدير المشروع جمعية بروتيرا سانتا. سيكون مقرها الجديد في المتحف، إذ سيتم تخصيص مكان مناسب لعرضها على العامة، وأيضا لتقديم التفسيرات اللازمة حولها. إن الأعمدة تعرض لنا قصة مثيرة جدا للاهتمام ومتنوعة. من المثير للاهتمام للغاية أن نتمكن من عرضها على الجمهور مرة أخرى، إذ يمكن أن نروي من خلالها قصة كنيسة القيامة وقرون الالتزام والحياة التي مرت عبر تلك البيئات. لكي نفهم أصل هذه الاكتشافات وتاريخها، ندخل كنيسة القيامة برفقة الأب ماديو ريكو، عالم آثار في المعهد البيبلي الفرنسيسكاني. Quando le tre comunità si misero d'accordo per un grande restauro dal 1969 nelle indagini che ci furono عندما اتفقت الطوائف الثلاث الأرثوذكسية واليونانية والأرمنية الكاثوليكية على الترميم الكبير من عام 1969، تم خلال التنقيب اكتشاف هذه العناصر القديمة، وأنه كان هناك تناوب بين الأعمدة والقواعد في العصور القديمة. بعد إزالة الركام تم إخراج القطع القديمة، والتي تمت إزالتها بعد الدمار الذي لحق بها نتيجة الحرائق والزلازل وبالطبع العامل الزمني. التقديرات حول تاريخ هذه القطع مثيرة للجدل. يبدو أن الأعمدة في مظهرها تأخذنا إلى القرن الثاني الميلادي، عندما أمر الإمبراطور أدريانوس ببناء معبد وثني مكان القبر المقدس. على الأرجح تعود هذه العناصر المعمارية إلى ما قبل العصر القسطنطيني، وأعيد استخدامها في القرن الرابع في بناء القبر. الأعمدة التي نراها اليوم في الكنيسة هي نسخة طبق الأصل من الأعمدة التي تمت إزالتها، وهي منحوتة من قبل حرفيين في بيت لحم باستخدام الحجر المحلي. تطلبت عملية النقل عملا تحضيريا طويلا، بدأ منذ ما يقرب من 100 عام، وذلك للاستجابة للتحديات غير المسبوقة. أولا، للمحافظة على حالة الاكتشافات، إذ تم ذلك من قبل فريق من المرممين الإيطاليين الذين يتعاونون مع بروتيرا سانتا. نحن جمعية تتعامل مع حماية التراث الثقافي في البلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليف أعمال الترميم. في هذه الحالة كانت المشكلة الأكبر هي حفظ هذه الأعمدة، فكان النقل في هذه الظروف غير مستحسن. بعد التدعيم تحدي النقل. كان علينا أن نبحث عن آلة تسمح لنا على حد سواء بضمان السلامة، ولديها قوة محرك كافية، وتتمتع بخفة الحركة وبحجم ملائم لتكون قادرة على التحرك في هذا السياق الصعب. تم نقل الأعمدة من الجسمانية باتجاه وادي قدرون، ثم صعودا نحو باب الأصباط، من هناك صعودا مرة أخرى إلى مدخل دير الجلد، حيث يقع متحف تيرا سانتا، المقر النهائي. نظرا لوجود الأعمدة داخل المبنى، تم نقلها بعربات كهربائية. كان علينا أيضا إعداد بنية تحتية هناك لضمان التعامل الآمن. تجد الاكتشافات المختلفة قطعة تلو الأخرى مكانها، وهي معدة لعرضها أمام الجمهور. إن تعب وتحديات هذا العمل قد تلاشت بابتسامة.